يقيس أبو عمر الأزمة المعيشية بكمية الفواكه التي يتمكن من بيعها في عربة الجوالي، وتحليلته للفترة الأخيرة لا تنذر بالخير. أنا بيع موز منيح، آخر الشهر ما عم نبيع 100 كيلو، أول الشهر عم يشتروا، ليش؟ لأنه ما في شيء. عدم تمكن الناس في أحياء شعبية من شراء سلعة رخيصة مثل الموز يعطي إشارة لحجم الضيقة الاقتصادية التي تعاني منها الأغلبية، فهل يكون طرح رفع سقف الحد الأدنى للأجور الحل المرغوب والفرج الذي طال انتظاره؟ أكيد هذه شغلة إيجابية وبتفيد كل الموظفين، وبيرتاح الموظف هو عم بيشتغل، بيصير يعطي إنتاجية كتير أكتر. لازم يزيدوا بس ما تغلى الأسعار من تاني ميل. كيف بده يصير في رقابة لقصة الأسعار برأيك؟ هون ما بيصير. إذا حدا عنده عائلة مثل هالعائلة أربع أولاد ما بعرف قديش بيعيشوا، قديش المينيموم نحن اليوم 500 ألف بتصور كتير قليلة، وهذه بدها تخرب كتير ناس بيوتها، مؤسسات بدها تسكر. عجبك اشتغل، ما عجبك الله معك، ما فينا نزيد 120% كمان رقم خيالي. المواطنين يشتكون من ارتفاع الأسعار الذي سبق رفع الأجور، ولكنهم يتحدثون عن تضخم في حال طبق رفع الأجور كما هو مطروح. يا من هالإيد وبيخديهم من هذيك الإيد. عم يعطونا زيادة، عم ياخذوا زيادة قبل ما ناخذ الزيادات. أكيد هلا بكره إذا زادوا ببلش الغلا. لا ما بدنا، الأفضل إنه يرخصوا لنا الوضع. يعني كله مثل حلقة مفرغة، عم نقول بحلقة مفرغة. ما عم نوصل لنتيجة يعني. ما بدنا بقى حكومة، بلد نروح نعيش فيه. لا كلام عن الحركة العمالية أو التحذير بالإضراب المفتوح أو المشاركة بتظاهرات احتجاجية. المواطنين اللبنانيين فضلوا يشتكوا عن غياب رقابة صارمة على الأسعار التي تمنعهم من شراء منزل أو إرسال أولادهم إلى المدارس، بالإضافة إلى تأمين حاجاتهم اليومية من أكل وشرب واتصالات كمان. عدد كبير من المواطنين اللي التقيناهم رفض واستثنائيا التحدث أمام الكاميرا، ولكنهم يقولون أنه أوضاعهم تزداد سوءا يوم بعد يوم، ومعظم الذين يتخذون قرارات تمس بحياتهم لم يلمسوا يوما الصعوبات التي عليهم مواجهتها لتأمين مستقبل ومستقبل عائلاتهم.